بالعودة إلى تصريحات زيلينسكي لشبكة سي إن إن، معنا من كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر، مرحبا بك. يبدو أن هناك تعويل أوكراني على صواريخ بعيدة المدى من أجل معركة طويلة مع الجانب الروسي. نعم، بالفعل سامي، الجانب الأوكراني لطالما طالب بهذه الأسلحة خاصة من الولايات المتحدة. الرئيس فولاديمير زيلينسكي قال في آخر تصريحاته بأن أوكرانيا على بعد خطوة واحدة من أجل استحواذها على هذه الأسلحة، وهي أسلحة بعيدة المدى كي تتغلب على صعوبة المعارك في المناطق الجنوبية والشرقية. وأيضا الرئيس فولاديمير زيلينسكي قال بأن استحواذ أوكرانيا على مثل هذه الأسلحة سوف يحمي كثيرا من المدنيين، وأيضا سوف يساعد أوكرانيا للتغلب على الهجوم المضاد خاصة، وأنه وصف هذا الهجوم المضاد بأنه كان بطيئا على غير المتوقع، كان بطيئا. وقال أيضا بأن أوكرانيا تقدم ببعض الإنجازات في هذا الهجوم، لكنه قال أيضا أنه لا أحد يعرف إن كانت أوكرانيا سوف تحقق نتائج أو اختراقا كبيرا هذا العام فيما يخص الهجوم المضاد. وهو بالمناسبة أن فصل الشتاء بات الآن على الأبواب، وهو أيضا ما دعا رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني بالقول بأن أوكرانيا سوف تستمر في هجومها المضاد على الرغم من صعوبة الطقس في المناطق الجنوبية، إلا أن أوكرانيا سوف تستمر بهذا الهجوم إلى حين تحقيق جميع أهدافها التي وضعتها بشأن هذا الهجوم المضاد. سامي، عامر العروقي مراسلنا من كييف، شكرا لك.